السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أن لا إله إلا الله له لا شريك له و أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uh, الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى uh, أننا مرة أخرى نجتمع في دراسة اللغة العربية أي دراسة لغة القرآن وأولاً نحن نسأل الله جل وعلا أن يبارك فصلنا ويجعل هذا عمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ويكون في ميزان حسنة. اليوم نحن في الكتاب الرابع، نحن في الكتاب الرابع من سلسلة كتب اللغة العربية سهلة. و هذا الفصل أولا قبل أن نبدأ هذا الفصل أنا أدرسكم باللغة العربية فقط معناه تدريس باللغة العربية ونحن في الكتاب الرابع وهذا الفصل يناسب للطلاب الذين كتبوا التمارين أو الواجبات في الكتاب الأول الثاني والثالث أنا أعتقد بأن الطلاب الذين يكتبوا الواجبات في الكتاب الاول الثاني والثالث وهم يفهمون كثير من قواعد اللغه العربيه وهذه القواعد مهمه لتفهموا الكتاب الرابع لان الدروس ترتبط بعض من بعض ففي الكتاب الرابع هناك القواعد جديدة وأرجو أنكم تستمعون إلى هذا التدريس ثم بعد هذا أنتم تكتبوا الواجبات لأن كما قلت لكم بأن كتابة الواجبات مهمة جدا لفهم لغة القرآن نحن الآن في الصفحة الأولى، الدرس الأول هنا، الدرس الأول، الصفحة الأولى. وفي الدرس الأول من الكتاب الرابع، نحن ندرس ضمير الغائب هو وهو وضمير الغائبة هي وها. درسنا في الكتاب الثالث الضمائر، المتكلم، أنا، ثم المخاطب، أنت المخاطبة. أنتي. وفي اخر الكتاب الثالث انا قد بينت لكم بان الضمير ينقسم او تنقسم الى اثنتين ضمير منفصل وضمير متصل ضمير منفصل اي الضمير الذي لا يتصل بكلمه اخرى بالاسم او بالفعل مثال انا أقول لكم أنا مدرس أو أنا طالب أو أنا تاجر فأنا ضمير متصل أما يا هذا ضمير متصل مثال أنا مدرس طالبي لا يمكن نقول طالب أنا طالبي ذكي كتابي كتابي جديد Uh, قميصي.. قميصي uh, اسفارو مثال. فالياهن هنا بمن أنا إذا ترجمنا إلى اللغة الماليزية فمعناه سواء. لكن باللغة العربية استعمال هذه الضمائر يختلف. معناه إذا وضعنا الضمير مثال في مكان آخر. ولو كان معناه سواء لكننا نغير معنى او ليس هناك ما معنى كما, كما مثلت قبل قليل انا مدرس طالبي ذكي لا يمكن نقول طالب انا ذكي باللغه العربيه دي. فهذا او هذه الضمائر انا انت وانت المتكلم انا ويا سماء المخاطب انت وك المخاطبة أنت وكي درسنا في الكتاب الثالث وأرجو أنكم تراجعون الكتاب الثالث إن شاء الله تعالى فالآن نحن في الكتاب الرابع في الدرس الأول عنوان هنا ضمير الغائب هو وهو هو ضمير منفصل وهو ضمير متصل ثم ضمير الغائبة للمؤنث هي ضمير منفصل وها ضمير متصل الأول هو وهو للمذكر مثال هنا الرقم أول هذا حامد هو طالب ذكي هذا حامد هو طالب ذكي مدرسته مشهورة مدرسته مشهورة انظر هنا هو وهو بلون أحمر بلون أحمر هذا حامد الآن هو يعود على حامد وهو أيضا يعود على حامد وحامد المذكر المفرد فنقول هذا حامد هو طالب ذكي هو طالب ذكي ومدرسته نحن لا نقول مدرسته هو هذا خطأ الصحيح مدرسته لماذا هو هنا ضمير متصل من هذا الضمير يتصل بمدرسة مدرسته مشهورة فمشهورة هذا معروف باللغة الماليزية مشهور كما نقول بلغتنا رقم ثاني ذلك محمود وهو تاجر غني سيارته غالية ذلك محمود وهو هو الضمير يعود على محمود محمود المذكر المفرد وهو تاجر غني سيارته غالية وسيارته ما أنه سيارة محمود سيارة محمود فنقول سيارته غالية فلماذا غالية المؤنث لأن السيارة غالية ليس محمود غالية إذا كان محمود غالين لكن سيارة مؤنث سيارته غالية رقم ثالث هذا قط وهو على الكرسي ذيله طويل ذيله طويل وهنا قط هذا معروف قط نعم وهو على الكرسي هو هنا معروف قط وذيله طويل ذيله طويل لا نقول ذيل هو نعم. ممكن نقول ذيل القط ذيل الكتي مضاف إليه ذيل الكتي طويل لكن هذا نحن لما ندرس آه هذه القاعدة نحن لما ندرس ونحن ندرس إن شاء الله في هذا الكتاب في الكتاب الرابع فنقول نعم ذيله هو هنا معناه كت ذيله طويل فالرقم الرابع ذلك فراش وهو جديد ونظيف لونه أزرق ففراش المذكر مفرد وهو جديد ذلك الفراش وهو هنا هو جديد ونظيف معناه الفراش جديد ونظيف لونه لا نقول لونه هو الصحيح لونه ازرق لونه ازرق فهو هنا يعود على الفراش الفراش واضح استعمال الضمائر في اللغة العربية مستحب ويجب عليكم أن تفهموا كيف استعمال هذه أ أو هذا الضمير أو هذه الضماء الضمائر فإذا كان مرة أخرى إذا كان نعم الاسم الاسم هو مذكر المفرد مذكر ومفرد مثل حامد محمود كت فراش ليس فقط إنسان ليس فقط انسان حميد انسان محمود انسان العاقل لكن كت غير عاقل فراش غير عاقل اهم شيء مذكر ونحن درسنا في الكتاب الاول الاسماء المذكره مثل قميص سروال بيت مسجد مدرس طالب فهذه الاسماء هذه الاسماء مفرط و مذكره uh, او مذكر ومفرد الان هي وها للمؤنث قبل قليل هو وهو للمذكر الان هي وها للمؤنث رقم اول هذه ساره هي طالبه نشيطه استاذتها من سوريا الان الان ساره نعم ساره ساره المؤنث المفرد سارة نقول سارة فسارة هي طالبة نشيطة <coughs> أستاذتها نحن لا نقول أستاذة هي هذا خطأ الصحيح أو الصواب أستاذتها معناه أستاذة سارة أستاذتها من سوريا فهي ضمير منفصل وها ضمير متصل هو ضمير منفصل وها ضمير متصل رقم ثاني تلك سلمى وهي تاجرة غنية بيتها كقصر فتلك سلمى وهي مع أنه سلمى تاجرة غنية بيتها بيتها نحن لا نقول بيت هي بيتها كقصرين ودرسنا ك من حروف الجر مثل مثل نقول بيتها مثل قصر القصر معناه مكان كبير خاصة جلس فيه سلطان أو مالك رقم ثالث هذه هاجر وهي صديقتي أمها أستاذتي فهاجر مؤنث المفرد هي صديقتي أمها نقول أمها أبوها أخوها نعم سيارتها ها هنا ضمير متصل أستاذتي الرقم الرابع <applause> تلك مجلة مجلة غير معاكل لكنها مجلة المؤنث المفرد وهي لأختي غلافها ملون. معناه غلافها ذو ألوان كثيرة. فغلافها ملون. غلاف الكتاب. غلاف الكتاب. واضح؟ أو غلاف المجلة. غلاف المجلة. المجلة. ها هنا المجلة. ها هنا المجلة. ومجلة مؤنث. كما درسنا في الكتاب الثاني الأسماء المؤنث غالباً. غالبا في أواخرها في أواخر الأسماء المؤنث التاء المربوطة تاء المربوطة مثل هذا تاء المربوطة مثل مجلة نعم ونحن نسمع تون تون في آخر وغالبا هذا الاسم المؤنث هذا الاسم مؤن مؤنث فهنا تلك مجلة وهي لأختي وهي لأختي غلافها ملون واضح ففي سورة هنا في صورة للمذكر هذا الله وهو مجتهد عنده حقل واسع فهنا هو يدل على الفلاح وهو أيضا يدل على الفلاح أما للمؤنث هذه هذه مدرسة وهي جديدة شرحها ممتاز شرحها فهنا هي وها يدل على او يدلان على مدرسات فمدرسات المؤنث المفرد لعلكم تفهمون واضح فاذا كان واضحا في اللغه العربيه نحن نكون جمل مثال هنا في هذه الصفحه امثله لاستعمال هو و هو ويمكننا أن نكون جملة من من إن إندينا مثال نقول هذا قلم هذا قلم قلم هذا معروف قلم هذا قلم هو نعم هو طويل القلم طويل هذا قلم هذا هذا قلم هو طويل هو طويل لونه أسود لونه اسود لونه فالان هو القلم هو القلم لونه لا نقول لونه هو لونه اسود لونه اسود مثال اخر في قريه في قريه مسجد في قريه مسجد واحد في القريه انا اسكن في هذه القريه وفي هذه القريه fi hadhil masjidun wahidun huwa kabirun huwa kabirun maknahu al masjidu kabirun huwa kabirun al masjidu kabirun huwa kabirun wa imamuhu maknahu imamu hadhal masjidi wa imamuhu arabiyun maknahu imamuhu uh, min, min misra atau min suria atau min uh, أو من مغربي أهم شيء إمام إمامه إمام هذا المسجد امامو إمامه عربيون عربيون مثال آخر مثال آخر ذلك طريق ذلك طريق الطريق أم نحن نسوق في الطريق نسوق سيارتنا في الطريق فذلك طريق هو طريق مذكر المفرد هو واسع من الطريق واسع هو واسع ونقول مثال طريق ماذا لونه ابيض نعم لونه ابيض ابيض مثال لونه ابيض نعم واضح فهذا نعم او هذه الجمل ونحن إذا تكوننا جملا كثيرة مستعمل أه هذين الضميرين هو وهو أه إن شاء الله تعالى أه لنا فهم قوي ونحن نعرف كيف استعمل هذا الضمير أو هذين الضميرين في الجمل نحن لا نحفظ لكننا نكون جملا كثيرة باللغة العربية دي. ثم الآن درسنا قبل قليل هي وها الآن يمكننا أن نكون جملة مثال نقول هذه غرفة هذه غرفة هي كبيرة هي كبيرة بابها معناه باب الغرفة بابها مفتوح بابها مفتوح هذه غرفة غرفة مؤنث مفرد مؤنث فنقول هذه غرفة هي كبيرة هي كبيرة و مفتاحها ومفتاحها مكسور مثال آخر مثال آخر تلك أم تلك أم أم مؤنث نحن لا نجد التاء المربوطة في آخر الكلمات لا نقول أمة أو أمة باللغة العربية أم معروف أم مؤنث أب مذكر فنقول تلك أم تلك أم هي متعبة هي متعبة بنتها لا. بنت تلك الأم بنتها مريضة بنتها مريضة مثال آخر مثال آخر نقول في المدينة جامعة كبيرة في المدينة جامعة كبيرة هي مشهورة هي مشهورة معناه أنه الجامعة مشهورة هي مشهورة مديرها مديرها ماليزي مديرها معناه أنه مدير الجامعة مالي ماليزي واضح فأنا أرجو أنكم تكونون جمل جمل بهذين الضميرين هو وهو وأيضا كبي هي و وها أنتم تعرفون هو وهو يدل هذان الضميران يدلان إلى المفرد المذكر أما هي وها هذان الضميران يدلان إلى المفرد المؤنث ونحن قرأنا جمل كثيرة هنا وأيضا أنتم تكونون جملا أنا قد مثلت بجمل كثيرة فلعلكم تفهمون والله سبحانه وتعالى يعينكم في فهم لغة القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى نعم الصفحة الثانية إن شاء الله تعالى لكن نحن نقرأ في الفصل الثاني الآن هو الفصل الأول نحن نقرأ صفحة واحدة أهم شيء أنتم تفهمون جيد نعم جيد هذه الصفحة ولو كان أو ولو قرأنا فقط صفحة واحدة لكنكم تفهمون هذا الموضوع جيد وتفهمون هذه القائدة ومرة أخرى أنا أقول لكم أنتم تكونون جملا كثيرة باللغة العربية إن شاء الله فنحن نتوقف هنا ونلتقي في الفصل الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا